ايهم وحنا الدولة الوحيدة ولا واحد يذكرها اللي جليناهم وحطيناهم في فنادق فخمة كاملين شاربين متابعين صحيا والحمد لله ما ظهر فيهم لحد الآن إلا واحد ولا اثنين اللي فيهم يعني المشكل هذا نتاع إجلاء أرقام صبحنا ما تحكمش فيها. تكلمنا على تركيا، تركيا في 20 مارس مشاو 3 طائرات جلاو جزائريين في 21 مارس 3 طائرات نتاعنا و 3 طائرات تركيش إيرلاين في 21 مارس نفس الشيء المجموع 1800 21 لكذا؟ رغم الغلق نتاع الجو ربي يهديك. في يومين ثلاثة من بعد يقولوا لي فيه 200 فيه 250 وبدأت تطلع 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 طلعت ل 1850 من يخلوا قلت ما نجحت حتى نجيب القوائم فيه أمور ما ولكن وجدنا فيهم ناس اللي بيتاحهم 200 راه عندهم شهر ونص قبل هذه كاع يعني ما كانش محتاجو. فيه ناس للتذاكر تاعهم لشهر ابريل ماي. فيه ناس ما عندهم خلاص. فيه ناس ما عندهم جوازات سفر. واش تجلي؟ شكون تجلي؟ شكون تخلي؟ حنا خدينا قرار العائلات نجليهم. الاخرين راني ندقق في الهوية نتاع كل واحد. انا خديت موقف والتزام مع المواطنين اني ما نسمح في حتى جزائري ولكن نمشي بنظام ما يتسللش واحد لداخل وما نقولش اكثر ان شاء الله من على اسبوع يومين ثلاثه نبدا في الاجلاء نتاعهم تاع الناس اللي واضحين مشاو مشاو لمده 20 يوم تذكره نتاعو في الكذا وتنتهي في كذا راهم اليوم في الحجر الصحي نبدا نجيب العائلات نبدا نجيب فيهم ريتما نفرق الاماكن اللي راها اليوم مشغوله من طرف ناسنا في الحجر لان بعض الجزائر اللي جليناهم مرحله فتره الفتره تاع الحجر تاعهم تنتهي من على يومين ثلاثه ونجيب الاخرين ان شاء الله بعد اخذوا كاع الاحتياطات الطبيه طبعا تطهير المكان من بين القطاعات الأكثر تضررا سيد الرئيس على جلالة الأزمة هو قطاع المؤسسات الصغيرة